كنت تشوف حاليا متغد من ناحيه الشوت والشاورز والكل الاول على سباي من الشاورز على الشعلبي حاليا الاكسكيوشن على ايه والدش من الفار لكن افز موجود على شواطر وفروست بالشوك دار وكرول على الفار يتبقى اربع لاعبين حق فريق انوبس موجود اوه تريل بليزر ما تعرفش على مكان اوت لو عفوا زيزوك تعرفش على مكان زيزوك فزيزوكس يخسر هذا الدول رغم انه كان في الكثير من التاجز اوكي ودينكس من جانب ولكن لو اتش بي لاعب نصري سبورتس سباي يعمل له هيلينج يدخل الى السايد تيم نصري سبورتس ولين ريتيك من انوبس الستار كلهم من الهوكر الستار النبيله على التيرت وهنا يمكن ما يكون عندهم معلومات وهنا اوت لو مع شواطر داخل الهوكر وهذا البلايك والكل الاول راح حق فروست على شواطر ونطالع هنا فروست من ناحيه الهوكر مع شلبي وهني يسعد الريكوندات من ناحيه اخرى اوت لو يهرب من الهوكر فعليا ويروح الى اللوك لكن بيس ايضا من المصاد لكن هنا الهوكر ستاكينج من فريق انوبس ويتمكنون من نزول ثلاث رؤوس من عناصر فريق نصر اي سبورت ولا لا واحد ضد واحد وهذا ريكوندارت ورياكشن جميل من سباي اللي تبين ريكوندارت هذه فروست من التريبل كيل هنا راح حق الرابعه وهذا عمليه الريتك اللي قاعد يصير من انوبس لكن لا اللي تبي تواجد هنا على افيز افيز من ناحيه الشاور الان البيك من بابا بيست ولكن افيز كراوتشنج يتخلص منه شلبي موجوده تتخلص من الفار سيت اب جميل جدا الان كرولو ينتظر في البوش من شواطر في ظهره موجود كرولو فريكز لانوبس وافيز بالكيل الرابع والخامس لكرولو فريق انوبس بالثري مان فول على السايد بي لاعب زيزوكس هو وشلبي وهو وهذا اللاعب فروس ولكن انا صورته بدمج كبير واوتلو بسبام يتخلص منه لحد فلطن هذا الرولينكسندر موجود من ناحيه السي تي ران ريفوزش من لاعبين نوبس ولكن التايمينج يا فروس التايمينج بهذا الشوك دار البارت كل ثاني للنصر فعليا خروج محاولة خروج يعني فريق انوبس من هذا المازق خلينا نشوف البار في السباي ينهون اخر لاعبين داخل السايد يظل افيز وحيدا ناحيه الهول دخول محاولة ايجاد اي نوع من البيكس ناحيه الالبو لكن خمسه ضد واحد يمكن تكون صعبه شويه على افيز من هذه الناحيه عن بوست بلانت بوزيشنز وهذا الجايدنج لايت على محاوله اخذ اي نوع من الكلات بحكم انه يحاول التدمير لكان من ناحيه اخرى يحضر في التايمنج المناسب خلينا ورينا الجيم سينس ورينا الجيم سينس 30 ثانيه فقط تنتظر فريق انوبس الدخول على السايد هذا الافتر شوت موجود الفلاش هذا الفلاش كان موجود على فيزي بايك ياخذ الكيل الاول اللاين اب يتمكن بس ديلي زيزوكس يتخلص من شواطر و1 في 3 وبهذه الطريقه فريق نصر سبورتس صعوبه كبيره الاكزكيوت على السايد بي ضاعت لحظه البوش من لاعبي انوبس او البيت الموجود ناحيه الهوكا فريق نصر سبورتس الدخول بشكون سهل على هذا السايد بي ولكن اوت لو فروست فروست جميل جدا ينهيها بول بانك التي بي لان موجود من شلبي بابا بيست يحاول يستعمل هذا الزلزال نتاعو سبام من سباي مش كافي لحد الان فريق انوبس على ما يبدو عارف انه السي تي مفتكه من جانب فريق نصر فمش يحاول يلعب هذا الريتيك من وين يخرج الكوزميك ديفايد من نصر اي سبورتس اربع عناصر حاليا يمكن في كوزميك ديفايد كاونتر من جهه انوبس داخل ناحيه يعني البوم سايد بي لكن شوف هنا النيد من شلبي ناحيه الجاردن في البي لونج هل يستحوذ على كل على شواطر لكن شواطر يتحول الى اسرافور يحط بعض الاستاذ لكن شوف في عنصر ايضا طبعا الكوزميك ديفايد من فريق انوبس من ناحيه سيتي لكن زيزوكس افيز دخلوا من السايد لكن الفار بالكل الاول والكل الثاني على افيز زيزوكس لكن هني يتعرف على مكان كورونو لكن كورونو موجود اثنين ضد واحد وريتيك ولا اروى بدون استخدام اي نوع من الالتمس فقط الفلاشات والريكونداس من عند فروست وافيز الفار الفار جبكي الاول مرعب 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 للغايه الصراحه والان المرعب اكثر هو هذا الاوبريتر الموجود على الشلبي ولكن ايتر هني باستخدام الساجل للدخول داخل الشواطر ثرو الكتيرة لكن زيزكس على طول بالتريل ينتقم حق صاحبه على طريق سباي لكن زيزكس هني بكلين في هذا الراوند داخل البوم سايد بي يلعب على الباك سايد وهني رولينج ثاندر طالعه من بيست طبعا ما في لوك داون ويدخلون من السايد جرافيتي الموجوده لكن الشوت داون من فروست قبل الموت على يادي اوت لو ثلاثه ضد اثنين وهذا جايدنج نايت من افيز افيز الوحش وصل هذا هو التم فراجر واوت لو بالكل على زيزك لكن بيست اقوى من افيز 1 في 1 سيتويشن لكورولو يتمكن من دخول السايد لكن لا اوت لو متواجد باخذ الديول جاوز من فريق انوبس ايضا الجايدنج لايت لكن اني افيز بالدبل هيد شوت فليكس ومن ناحيه اخرى شلبي اوت لو طبعا هني كورولو مع الكوزميك ديفايد افيز 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 وشوف كرولو كرولو بشبيك الان كرولو بشبيك الان ينتظر في اوت لو ياخذ ريد شوت ولكن واحد ثلاثة وضعية مستحيلة ولكن لا شيء مستحيل على اوت لو التريبل كيل الان يبقى في يوم في تو مع فروست ولكن في فلان كذلك من زيزوكس ولكن ما زال بعيد ما زال بعيد ينتظر ممكن في روتيشن من اوت لو يفتح اللوك داون الان او ممكن بورتل ممكن يستعمل بورتل اوت لو يلعب على التايم تكون فيها مايند جيمز ولكن اللي على ما يبدو
سيبقى في راس سايت اي محاولة تدمير هذه اللوك داون بالشوك دارت، ولكن مش كيف يدامج لحد الان مش انا بلعب فروس يتم تدمير زيزوكس هذه لوك لحد الان، ولكن زيزوكس في التوقيت المناسب يجد اوت لو امامه ويتخلص منه والدبل تبادل الطلقات بينه وبين كرولو، لكن هي ديتكشن ايضا زلزال موجود لحد الان من بابا بيست. هذا سباي سبراي جميل من الفرنزي خالص من كرولو، ولكن زيزوكس بيت جامب كيل يتريد ويخصم هذه العمليه. افيس يتخلص من بابا بيست 2-4-1 الى حد يعني صار ايضا، وحتى الالارم موجود، لكن هني زي افيز من ناحيه الشاورز طبعا هني حول دوائر الطلقات مع ناصر فريق ناصر ايس ودخل الديت شاورز في اجنور حق فريق اجنور حق افيز ديسريسبكتنج افيز بهذه الطريقه يكلفه من ثمن غالي يخلي الفار اللاعب الوحيد لفريق ناصر في هذا البست راوند. الفار كميه اللي قاعد تنرمي على الفار يعني خلاص الفار هني طبعا افز راح ينهيه بالتربكل، لكن دابل سباتشل بفانتوم اه عنده فانتوم ولا سبكتر عنده فانتوم فانتوم شلبي بوش، ولكن مش بالدابل سباتشل فقط بالبومبوت ثقه في نفس موجوده. فروست يضيف كل ثاني على الشواتير 11 سنين لفريق نوبس وقريبا ستصبح 12 سنين بعد السكند راوند. شفنا فورس من تيم نصر مش فورس كامل، ولكن شفنا اثنين لاعبين عندهم سبكترز فلاش موجود من سباي على شمالك موجود هيد شوت على فروس يبحث على الثاني، ولكن شلبي بدل فانتوم بفارق فاير باور افضل سبراي من بابا بيست يجد كيل على زيزوكس، ولكن 1 في 3 يا حبيبي شو ممكن تفعل اذا شلبي فلاشت تمكن من اضافه اثنين الباك سايد كله ما عندوش عليه اي فيجن فريق نصر اي سبورتس الى حد الان. لازم يعملوا بوش من هذا الوول بتكون صعب عليهم جدا، وخاصة انه ما عندهمش لاعب فلانكينج الان من تيم النصر، ولكن كوسميك ديفايد اخر يتم استعماله. ويذر ريتيك يبدا الان اوت لو بسبام هو فلاش يتخلص من زيزوكس مازال كنترولينج هذا ناحية اللامبس، ولكن الالتميت موجودة من اوت لو. هل ممكن نشوف الديفيوز يبدا بالضبط؟ هذا هو الديفيوز من فريق نصر اي سبورتس كروس فاير سيت اب موجود لاعب يانوبس خارج هذه الالتميت الديفيوز موجود واسبالين فيوري موجودة من مش قادرين ديفيوز افيس بالكيل هالف ديفيوز الكوميتمنت موجود والديفيوز من افيس عفوا من سبا فعليا باقي لهم 6 راوندات فقط للوصول الى الاوفر تايم يسوونه فريق نصر في خريطتهم هذه اختيارات خيار فريق نصر باي بالبوش لكن في بوش لكن في انتسبيشن سبايل جايدنج لايت ياخذ انفورميشن من البوش موجود لان بي هذا البومبوت يشيك شمال ولكن حذر من وراء نبولا سموك سباي ما كانش قادر يدمر هذا البومبوت قام به بدامج شلبي وفي الاخير شويه رصاصات خلصت من لاعب سباي الشو ستوبر من شلبي لين موجوده هل ممكن يجيب بيك شلبي يتخلص من الفار بابا بيست بالثاني ولكن تريد موجود من فروسي لحد الان الشوك دارت موجود مازال لو اش بي بابا بيست يخسر حياته امام شلبي ال1 في 2 لين الشواطر موجود في الفلاك من ناحيه لوكا عارفين مكانه البنشز من شلبي تخلي 82 هيلث بوينتس موجود على شواطر هل سوينج لين شلبي يخلصها يلا يا شلبي في الباك سايد يتم زرع سبايك من جانب فروس ال1 في 2 متواصل الشواطر على شمالك ياخذ ريد شوت على فروس يخليها 1 في 1 شلبي وشواطر من سيفوز المايند جيمز الجيم سنس هو اللي يفرق الان على شمالك يا شواطر كيف تشوف هني دخول الفار من ناحيه المجال هول لكن تشوف الكل الاول على افز على شواطر افز هني شلبي طبعا من ناحيه البريدج وهني ايضا الفار بالبوش ناحيه البريدج لكن هني افز يتقدم من ناحيه هذا الدامج من ناحيه بالسراوند لكن اوكي على طول التيم ورك ثلاثة اعضاء يعني على المتل دورز حذر يا الفار يبحث على هيد شوت ولكن الشلبي يسبق منه سوينج جميل 2-4-0 الآلي صالح الفريق المصري ولكن يتم زرع سبايك من فريق ناصر وراء هذا الفايبرز وان ولكن انجل جميل للشلبي يتخلص بابا بيست فرص على الشمال ويتخلص من سباي وكرولو ياخذ الكل على اوت لو وبدايه قويه لفريق يتم تدمير التريل بليزر من اربع انفورميشن اربع ناصر فريق انوبس متواجدين في هذا السايد ناصر اي سبورتس شواطر موجود يحاول يبوش ينتظر في التناسق في البوش الفار بالاوبريتر يخطف راس فروست ولكن شلبي يتمكن من التغيير على شواطر كرولو بسبراي جميل ياخذ الدبل الوال باق عليه الريلود يقلب الى الجوست ولكن مش كافي شلبي يمس الشوط يحاول يمنع عمليه زرع سبايك الجيجل موجود اللاعب سوفالو اتش بي من فريق ناصر الفلاش جميل من افيس البيك الاول موجود 2 في 1 اوبريتر على فار يتم استعمال السيكرز اب يكون في مشكل يخير انه يغير لهذا الفاندر يسمع في صوت الريلود الفار في خطر لين يبحث على سبراي من وراء السموك الفار 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 يخسر حياته الفار والشلبي واللاعب سباي او لا اللاعب سكاي اللي هو مثل ما تشوف على الميني ماب يعني فعليا يستحوذ على هذا الاوت بوينت لكن شوف ايضا هني تقدم من ناحيه الالبو فريق انوبس شلبي بالبليد ستوب حصل كلها ولكن اوت لو موجود وافس على طول بترين لصاحبه والانتقام سريع جدا وني سباي بالتعرف على تو بوزيشن تبع فريق انوبس لكن سباي على الفور على افس كرولو يتبقى عنصرين في
هذه الخريطة من ناحية فريق أنوبس وبيس من ناحية أخرى ما يتم استخدام أي نوع توزع جميل درون سنيكي ناحية الكيف هل تشوف بيس وهني شالمي بيبوش ناحية الميد وأيضا كرولو كرولو يحصل بيست يحصل بيست ولا لا لكن لا ما في أي نوع من الديوز من ناحية الشوب لكن تشوف شالمي بكل أول افتتاحية على عنصر مهم الصراحة من فريق نصر إي سبورتس طبعا ما كان هو عنده ألتيمت ما في موجود سيكرز لكن تشوف الهانتر فيوري يمكن هي راح تكون مفتاح هذا الراوند حق فريق نصر إي سبورتس تشوف أيضا شلبي من ناحية أخرى ثاني من شلبي ضغط كبير أي 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 غلق المساحات موجود في فريق أيوه ناش من أفيس وهيد شوت من أفيس أوه أفيس ليفت أند رايت أفيس موجود على هذه الخريطة فعليا قاعد يقدم أداء ولا أروع واستحواذ كرولا على اوت بوينت يعني اوت لو بالتايمينج هني عند افز لكن هني افز يعني هي على راس اوت لو والراوند الخامس حق الفول متواجده عند فريق انوبس من ناحيه البوم سايت بي افز سبراي ولكن سباي يتخلص من افز تلقى ديسبلين كان موجود كان يبحث على اكثر ولكن في الاخير يخسر حياته اوت لو في دول اندفجوال يفوز بها كرولو بطبيعة الحال الآن فروست يضيف كيل آخر على فار فريق نصر سبورتس يسقط في هذه الجولة واحد دل والآخر شلبي يحاول يجيب هذا البيك بالأوبريتر ولكن مش عارف انه ما كان شواطر للهناء هذا الريكوندار جميل جدا في التوقيت مناسب من فروست ولعب أنوبس في خطر الآن شواطر يعني بسيجيك مال شواطر كان ممتاز للغاية لكن تشوفيني أيضا محاولة الثرو بالكارني من شواطر بعد التكشن لكن فعليا اي طبعا يعني انت ما يعني مو نفس العاب الاف بي اس الاخرى لكن هني وحيد شواطر بهذا الجارديان يا شواطر واحد ضد اثنين يسويها لكن لا افرود رون تعرف على بوزيشنز شلبي متواجد على الفار ذا بيك مهم جدا خلاص يعني كانت الريد واضحه من كوانتم يب الفلاش موجود على شلبي يعرف انه ما فيش اي بوش كرولو مجال اخرى من ناحيه ليه يتخلص من اوت لو فريق نصر سبورتس يحاول يدخل في التمت هذه الفايبر ولكن كرولو متفطن ياخذ الكل على شواطر اللي كان عامل ضجيج بستبس بطبيعه الحال ولكن سباي يحاول ينتقم لزميله ولكن امامه الفايبرز التمت من جانب كرولو طبعا متبقيين اثنين عصاصه من فريق نصر اي سبورتس يعني قراءه جميله باستخدام النصر يعني انوبس الفايبرز بيت لكن كرولو بالكل الثالث على سباي يظل بيست وحيدا من ناحيه المد من هذا ناحيه التاور المتواجد ناحيه المد يعني شلبي يعني تشوفه من ناحيه الانجل اللي ماخذ شلبي من ناحيه الاوبريتر ملكين هالخريطه ملكهم الخريطه من ناحيه شواطر شلبي 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 ينتظر فيهم بالأوبريتر ولكن شلبي يطير ويحلق في السماء بيد البليتفورم واللعب دراف سكيل رابع لأفروست ويبقى لعب وحيد لواطلو كان موجود بالشارف على أفيس والبوش سيكون موجود من دول الفريق نو بس يمس الشوتس بتاع وذاوطلو يفوت شوت دار في شوية دامج عاوطلو يبقى باللاب شوت اسم نصر إسبورتس يغادرنا ولكن سوء الحظ لازم لاعب يغادرنا ولكن شلبي يجبر سباي على مغادرة هذه الجولة دبل كيل موجود لأوتلو على زيزوكس وفروس ولكن مازال دخول سريع من انوبس جيمنج على يمينهم اوتلو ياخذ التريبل جوله كبيره لدي الفايبر من تيم نصر سبورت طبعا هذا اللاعب السعودي قام بكثير من العمل في هذا البيستل راوند لكن نصر اي سبورتس واخيرا بعد البرفورمانس اللي قاعد يقدمه حاليا في خريطه بريز يضع انوبس في على بحدهم يعني لكن دخول فولو اب على كون افيس افيس بكل اخر بين سبكتر السايت اي ملك لفريق نصر اي سبورتس خلينا نشوف بابا بيست لاني غير من البولدوغ الى الفاندر في الباي الاخير ايكو يا اسمع الفارق ولا هو مش ايكو كامل ولكن شفنا سبكترز موجوده اوه شواطر تخلص من كرولو اللي كان حابب يتسلل من ذاك المكان الفار مازال متمسك بهذا الاوبريتر ولكن كميه اليوتيليتي اللي بتكون موجوده من فريق انوبس ممكن تحجب عليه شويه الرؤيه وتخليه يخسر كثير من الوقت هذا شواطر يستعمل سايبر كيتش انه يربح بها المساحات البوش موجود كذلك من بابا بيست لاعب وحيد من فريق انوبس يوس هذه صار الكروس فاير سيت اب موجود ولكن افيس يدخل بابا بيست هيد شوت من شواطر البيك من شلبي لين 1-3-1 فروست من الشارف والان تقدم الاسبري من الناحيتين وبيست طبعا بالدرون بمحاولة التعرف على بوزيشن تبع فريق انوبس وهذا السيكاس خروج على يعني زيزوك افيس لكن اوت بالكل الاول ريلود افيس خلص من اوت لو 1-4-1 ولكن شواطر يضيف كيل لاخر لصالح فريق نصر تم زرع سبايك
من فريق انوبس. زيزوكس عليه شويه دامج التاج، ولكن نذر سيفتي تم استعماله من شواطر لحدين. بوزيشن تاع زيزوكس معروف، ولكن البيت شوت يتخلص من بابا بيست لين لوب شوت نصبحوا في ضجيجها من جانب الفار، ولكن كميه يوتيليتيز في الفريق المصري تمنع الفار من انه يفوز ويجيب بهذا ما تزول. لكن حضيري اسبا ياخذ كل، ولكن زيزوك بالبيك المناسب شواطر يتخلص من زيزوكس. وان في تو الهاتر السوري يحاول يمنع عملية الفيوز. التاك موجود ينتظر في الوقت المناسب. فروس يتخلص من شواطر. فروس من هاتس فيوري 1 في 2 يدخل الى بابسا دي شواطر بالمارش بالكل الاول افتتاحية على راس الفيز. مش ممكن يجيب الكل الثاني، ولكن بداية موفقة بالنسبة لشواطر لحدين. وان فور وان يتم زرع سبايك من فريق انوبس من دو. اوتلو يبحث عن الفلاك، ولكن فرص ينتظر فرص بالثالث في هذه الجولة. على ما يبدو فريق نصر إيسبورتس اعرف اين انت سيخسر هذه الجولة. وننتقل الى الماتش بوينت والسيريس بوينت. شلبي بهذه السكاكين متاعه يقتل لاعبي. شلبي وافز ماري شلبي والفار. شلبي والفار شلبي والفار شلبي والفار الفار كومين اون توب في هذا الدول مع شلبي. خلي فرصة الكامباك ما زالت موجودة وقائمة لفريق نصر إيسبورتس. بالضبط شواطر في ظهر اللاعب زيزوكس يتخلص منه بين الجارديان. تم استعمال السيكرز يتم تدميرها من جانب سباي والفار. دخول الفريق انوب سباي جميل بالفليك ياخذ كل بابا بيست معاه. يبقى لاعب وحيد من فريق انوب بس وهيد شوت من سباي ونصر إيسبورتس بالمهمة كرمنا الجولة. كل مرة وإذا يكون بالأوبريتر صراحة قاعد يجد في بيكس ممتازة جدا إرليون في الجولة. كذلك يتعرف شواطر على بوزيشن تبع شلبي والإكسكيوشن من فريق أنوبس. أفيس كذلك عنده الفاندل شلبي من وراء الكلاود بيرس يتخلص من شواطر مدافعي فريق نصر إيسبورتس يموتوا في هذا السايت. إيه يتم زرع سبايك وراء الأهرامات المصرية الآن. كرولو مازال بالشرف فريق أنوبس جيمنج يستحوذ على أسلحة اثنين لاعبين من فريق نصر إيسبورتس. الفار عندك البلايد ستورم عندك الاوبريتر ماذا قادر انك تفعل. بابا بيست يحاول يبوش يربح المساحات تو فلانك، ولكن حضيري الفلاش لين شلبي شيك في الانجلز. الفار يبحث عن اي بيك بالاوبريتر نو انفورميشن لحد الان. لاعبي انوبس صعيبه ريتيك بالاوبريتر لحد الان في هذا السايت. اي سباي من الاول شلبي الفار وبابا بيست وعادهم. الفار وبابا بيست يموت الفار يبقى بابا بيست في 1 في 2. بابا بيست هل تكون الكلاتش وتفعلها الان في 1 في 2 مع اقوى لاعبين من فريق انوبس.